بونجور، كومون سافا؟ النهارده هنكمل انتقا شيلا فامي فرج. هنكمل الوحده الاولى في الصف الاول الاعدادي. هنبتدي نتكلم النهارده على لافغاز، ولافغاز دي اللي هي الجمله، والجمله بتتكون من 3 حاجات. عندي سوجي، فيرب، كومبليمون. ايه هما دولت؟ عندي أول حاجة السوجي، والسوجي ده اللي بيكون في أول الجملة، ده إما بيكون اسم أو بيكون برينوم. لو اسم زي عادل، جمال، بروفيسور، إن كلاس، أي كلمة ماسكولين أو فيمينا ممكن تكون هي بداية الجملة أو هي السوجي. أو برينوم اللي هو جو وتو وإيل وإل ونو وفو وإلى بيك إس وإلى بيك إس. تاني حاجة بنروح للفيرب، والفيرب ده اللي هو الفعل، وأنا عندي أي فعل سواء من المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة أو الأفعال ذات الضميرين، اللي هو مثلا عندي فيرب être و faire، دولت من أفعال المجموعة الثالثة. عندي فيرب travailler و habiter من المجموعة الأولى. عندي s'appeler و se présenter من الأفعال ذات الضميرين. وبكده انا اقدر اكون الجمله بتاعتي وابتديها بسوجي وبعدين فيرب وبعدين كومبليمون. كومبليمون ده ممكن يكون مكان، ممكن يكون شخص، ممكن يكون الحاجه اللي بتأدي ليها الجمله. بعد كده عندنا بعض الافعال اللي احنا بنستخدمها، ومن اهم الافعال عندنا فيرب être. فيرب être دوت اللي هو فعل يكون، وفيرب إتر دوت بيستخدم علشان يحدثنا عن المهنة أو الاسم. يعني أقدر أقول أنا اسمي كذا، أو أنا بكون فلان الفلاني فبقول جو سوي جمال مثلا، أو بتكلم عن المهنة بتاعتي فبقول جو سوي بيلوت، بتكلم عن المهنة بتاعتي. وبستخدمه كمان لو أنا بسأل مين أنت فبقول كي تو، من أنت كي تو. طيب انا عندي فيرب اتر عباره عن ايه؟ بيقول je suis، tu es، il est، elle est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. طيب عندنا تاني فيرب بعد كده، عندنا فيرب faire، وفيرب faire معناه يفعل. عندي فيرب faire بنستخدمه عشان نسأل عن المهنة، فممكن السؤال بيكون Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ou بقول je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. الفيرب اللي عندي وراه فيرب s'appeler، وفيرب s'appeler بيسأل عن الاسم، أو بقول أنا اسمي كذا، فعندي فيرب s'appeler بيقول je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle. Elle s'appelle, nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. وهنا طبعا لو أخذنا بالنا إن أنا عندي فيرب إتر دوت من المجموعة الثالثة، فالمجموعة الثالثة ملهاش قاعدة لكن بيتحفظوا، وفيرب فير برضو من المجموعة الثالثة، أما فيرب سابيلي فده من الأفعال ذات الضميرين. ولو أخذنا بالنا إن أنا عندي هنا إس أبوستروف، فأنا غيرتها مع كل سوجي، يعني مع جو خليتها ام ابوستروف، مع تو خليتها تي ابوستروف، مع ال اس ابوستروف، مع ال اس ابوستروف، مع نو حطيت نو كمان، ومع الفو فو تانية، والإلافيك اس والإلافيك اس فأنا برضو بحط اس ابوستروف. أما بالنسبة لنهايات الفيرب فأنا بشيل الاي ار دي، وبنقصوص فيرب سابلي وبعمل دوبل للال، بزود ال تانية بعملها 2 مع كل السجهات ما عدا النو والفو، بتفضل ال واحدة. يعني مثلا هنا في الجو حطيت ال كمان، وبعدين حطيت الترمينيزون اللي هي النهايات بتاعتي او، هنا برضو حطيت ال كمان وحطيت النهايات بتاعتي او اس، مع الايل والال حطيت ال كمان وزودت النهاية بتاعتي اللي هي الاو، ومع النو قلنا ان النو والفو انا مش بزود الال فانا بحط النهايات بتاعتي اللي هي او ان اس، والفو هكذا بحط النهايات بتاعتي اللي هي الاي زد ما بزودش ال، اما الافيك اس والافيك اس فانا بعمل ال تانية، وبعد كده بحط النهاية بتاعتي اللي هي او ان تي.
بعد كده عندنا هنا بيقول لي لو أنا عايز أقدم شخص بنستخدم الأفعال الآتية، إزاي بقدم حد؟ بقدمه عن طريق فيرب سابلي، عن طريق فيرب إتر، أو عن طريق فيرب بريزونتي. إزاي؟ لو أنا عايز أقول هو اسمه فلان فبقول إيل سابل جمال، أو دوت جمال فبقول سي جمال، أو بقول لك إن أنا عايز أعرفك على جمال فبقول لك جو فو بريزون جمال. طيب لو أنا عايز أسأل عن الشخص، بسأل عن شخص فبقول كياس مين دوت، وبتكون الإجابة سي غدا، لأن أنا عندي الإي والسو، أنا رجعت السوجي قبل الفيرب فبقت سي أبوستروف عشان وراها فويل فقلت سي رضا. لو أنا بتكلم عن شخص وعايزة أقول درجة القرابة أو درجة المعرفة بيني وبينه فبقول رضا سي لو كوزا، رضا ده ابن عمي، رضا سي لو كوزا. بعد كده عندي فيرب ترافايي، وده من أفعال المجموعة الأولى. فيرب ترافايي دوت بيتكلم عن العمل، يعني معناه أعمل. فيرب ترافايي، فيرب ترافايي من المجموعة الأولى، والمجموعة الأولى بنشيل الـ ER وبنحط بدلها مع جو أو، مع تو أو إس، مع إل أو، ومع إل أو. أما مع النو فبحط أو إن إس، مع الفو او زد، مع ال افيك اس او ان تي، ومع ال افيك اس او ان تي. زي بار اكزومبل الاكزومبل اللي عندي بيقول جو ترافاي او كير، انا بعمل في القاهره. بعديها بيقابلنا فيرب ابيتي، وفيرب ابيتي دي معناها ان هو يسكن، وبتتكلم عن المكان اللي انت بتسكن فيه. وبرضه فيرب ابيتي من المجموعة الأولى، فبالتالي أنا بشطب الـ ER وبقول جابيت، بزود أو بعد ما شطبت الـ ER. تي ابيت أو إس، إل ابيت أو، إل ابيت أو، نو ابيتون أو إن إس، فو ابيتي أو زد، إل ابيت أو إن تي، إل ابيت أو إن تي. وهو هنا قال لك جابيت أ ألكسندري، يعني هو بيسكن في اسكندرية. بعدها هيقابلنا فيرب الي، وفيرب الي ده معناه يذهب، فيرب الي معناه يذهب، فهو من المجموعة الثالثة. فيرب الي برضو من الفيربات اللي المفروض هنحفظها، لان هو ملوش قاعدة، زي ما قلنا ان المجموعة الثالثة ملهاش قاعدة. فبقول جو في، تو فا، il va، elle va، nous allons، vous allez، ils vont، elles vont. هو هنا قال je vais au cinéma، يعني هو يذهب إلى السينما. طيب عندنا معلومة مهمة، بيقول لنا لو أنا بحط حاجة قبل المدينة فأنا بحط أ، بحط الأ ديت قبل المدينة زي أ ألكسندري، أ باريس، بحط الأ اللي عليها الأكسون. طيب أنا كل المدن بحط قبلها أ ما عدا ثلاث مدن مهمين، إيه هما؟ كير، فيوم، سينائي. عندي اوكار وفيوم وسيناي، دولت الثلاثة بحط قبليهم او، مش بحط قبليهم ا. وبنستخدم ان قبل البلاد المؤنثة، يعني زي بقول ان ايجيبت، ان فرانس. طيب يجي السؤال المهم، احنا هنعرف منين البلاد المؤنثة؟ البلاد المؤنثة غالبا اخرها او. طيب هل كل اللي اخره او بس؟ لا، لو انا عندي اولها فويل زي ايجيبت، زي لو جينا قلنا مثلا إيراك، برضو أحط قبلها أون. يعني لو البلد اللي عندي أو الدولة اللي عندي أولها حرف فويل، أنا بستخدم أون، أولها حرف من الحروف المتحركة بستخدم أون، حتى لو هي بلد مش مؤنثة. وبكده نكون خلصنا شرح النهاردة، وزي ما قلت لكم إن الكتاب هحط لكم اللينك بتاعه تحت، عشان فيه إكزرسيس، فيه إكزرسايز، فيه تمرينات، وهنزل عليه الموديل انسر على الصفحة. Au revoir et à bientôt.